بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشتغل على فازة فخار، اهي شكلها. شكلها جميل، عجبني. الفخار قبل ما نشتغل عليه لازم نسد المسام بتاعته. هنسد المسام بتاعته بايه؟ بكذا حاجة. ممكن لو دهنا طبقة ورنيش مائي، ده بيسد المسام، او غيرة، او جيسو، او بلاستيك، او معجون. كل الحاجات دي اللي انا قلتها بتسد مسام الطبقة بتاعتنا، بحيث ان انا لما اجي ادهن عليه ما يشربليش الالوان. وممكن كمان برضو سد المسام بالتشوك بينت، خلاص. لكن لو دهن على طول عليه اي لون ممكن هيمص اللون، هضطر ان انا ادي طبقة تانية. اول حاجة انا هعملها هنا هدهن معجون. انا هسد المسام بتاعتي بالمعجون. طيب ليه هسد المسام بتاعتي بالمعجون؟ اولا لسببين. السبب الاول ان انا اسد مسام، تاني سبب ان في فجوات تتقفل لي كاني بمعجن خشب. يعني انا هنا في حاجات مخرمة، يبقى انا اسد المسام بتاعتي بالمعجون، وفي نفس الوقت اغطي اي فتحات موجودة. وبعد ما ينشف خالص همعجن كأني بشتغل على خشب بالظبط، تمام. انا بحب اشتغل بايديا على فكره والله. وبعدين الـ هنا عشان برضو ملتوي وحاجات كده، مش هينفع سكينه المعجون معاه. انا هنا لو باينه كان في خور اتسد بالمعجون، يبقى انا المعجون بتاعي منه تاسيس ومنه سد مسام ومنه تقفيل اي خور موجود على الفازة. هخلص الفازة بتاعتي بنفس الطريقة دي على السطح بتاعي كله. شايفين بإيديا بنعم، والإيد هتنعم أكتر من أي حاجة تانية، لان الفرشة هتديني اشكال. طبعا وبعد ما اخلص وتنشف هصنفرها وارجع اوريكم الخطوة اللي بعد كده. هخلص كده ونرجع مع بعض. خلاص نشفت وصنفرتها و عملت طبقة تانية وصنفرتها. هبتدي ادهن. انا هعمل، استخدمت الووتر بروف الازرق بتاع منى سامي، حطيت معاه سنة اسود عشان عايزة اغمقه، وفي نفس الوقت حطيت معاه ميتاليك ازرق من براند منى سامي عشان يديني لمعة للعمل. وابتدي ادهن بقى. شايفين لونه جميل ازاي؟ بس انا عايزة افتحه سنة، مش عايزة الدرجة دي، عايزة افتحه سنة. فتحت اللون وبدهن بقى بحيث ان انا اعمل تموج بين الابيض والازرق. باخد سنة بس كده بالفرشة وادي، فهيعمل لي
تموج خفيف. هيبقى بالشكل ده، اخلص دهانه واسيبه ينشف ونرجع نشوف الخطوة التانية ايه. كده بعد ما دهنتها كلها وسبتها نشفت خالص ودهنت القاعدة بتاعتها وكله كده تمام، هنيجي للخطوة اللي بعد كده وهي الزينة اللي هزين بيها الفازة. انا استوحيت فكرة من الورقة دي، الصورة عندي مثلا هنا دانتيل، لو اقرب كده دانتيل وعليه الوردة وفرع شجر بالعصفور. انا هفرغ فرع الشجر بالعصفور وهفرغ التلات وردات بالفروع الخضراء بتاعتهم، وهعمل ايه؟ هاجي على الدانتيل هشوف انا هعمل ايه. عندي دانتيل اهو، هو اللي هلزقه على الفازة، وبعدين بعد ما الزقه على الفازة هقص الوردات والزقها عليه. هعمل نفس الشكل ده بس بدانتيل حقيقي مش بصورة. كده هشوف المقاس اللي انا هعمله هنا كده في الجزء العلوي بتاع الفازة بالشكل ده، وهقص المقاس بتاعي ده. بقى هعمل غراء او ورنيش والزق، يعني ايه، هبله بالغراء او بالورنيش. بس لو بالغيرة هحط الغيرة متفرق مش عليها كلها علشان ما تغيرش اللون بتاعي، فانا دي هعملها بالورنيش، بلتها كلها ورنيش. تمام، طبعا الورنيش هيأخر شوية. الميزة بتاعت الغيرة ان هي بتلزق على طول، لكن دي هتاخد وقت شوية، لكن مش مشكلة. المهم ان هي ما تغيرش. هنزلها شوية. اغسل ايدي واركع عشان انا مش عارفه امسكها. انا لزقت الدانتيل بس لسه مبلول، هاجي عند الوصله هلزق الصوره بتاعتي عشان منها هتداريلي تديني شكل، وفي نفس الوقت هتداري القطع بتاع الوصله بالورنيش. تمام بالشكل ده، وهاجي هنا تحت كده اروح حاطه العصفور. اروح حاطه العصفور بالشكل ده وهلزق. هيبقى ده الشكل بتاعي للباصة. هلزقها واسيبها تنشف وبعدين ارجع لكم بالشكل النهائي. هسيبها تنشف بقى، انا لزقت خلاص بالورنيش، هسيبها تنشف وبعدين اوريكم الخطوه اللي بعد كده او الفينش النهائي. انا جربت اشتغلت بالرليف،
اللؤلؤي، هو ابيض لؤلؤي. اشتغلت بيه على الورق بالمنظر ده، وهشتغل بيه برضو على الجزء اللي تحت. هشتغل على الورق الورد اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وانا بشتغل ابقى واخده بالي ان ما ايدي ما تجيش عليه وهو لسه مبلول، عشان ما يتلخبطش مني. فطبعا هراعي النقطة دي وانا بشتغل، فعشان كده لازم اكون واخدة بالي كويس قوي، وفي نفس الوقت ابقى ماسكة الفازة حلو. خلاص، يبقى بالطريقة دي هخلص، وهشتغل كمان على ريش العصفورة بس لما ده ينشف عشان ايدي ما تجيش عليه، وهتبقى دي بعد ما تخلص اوريكم الشكل النهائي. طبعا الورق قبل ما اشتغلت عليه اديته طبقة ورنيش من عليه من فوق، وفي النهاية هعمل طبقة ورنيش على الفازة كلها عشان اللون والدانتيل والورق كله على بعضه. الفازة بعد ما خلصتها واشتغلت بالرليف، زودت اجزاء كده ورد، ورق شجر، فروع، وده الرليف اللي اشتغلت بيه على الورد وعلى العصفور. وبكده الفازة تكون خلصت. ايه رأيكم في النتيجة بتاعت الفيديو النهاردة؟ فكرة جديدة ومختلفة وبسيطة، اتمنى تعجبكم يا رب، والى اللقاء. الفكرة النهاردة ان ممكن ورقة الصورة هي اللي توحي بالعمل كله، ومش شرط ان احنا الورقة نستخدمها كلها. شكرا والى اللقاء. باي باي.